أول حاجة عملت عملية على الركبة متاعي، حطوا لي لاباري بروتيز. ملي حطوا لي البروتيز عشت مع دكتور في الدار، عطاني أدوية واحد وكله، قعدت نعالج بها، قعدت شهر. بعد شهر صارت الحكاية لهنا نتاع الجمعية. الجمعية مش خاطر هما موجودين واحد يبندر ولا يصفق ولا يتكلم في الحقائق، الإنسان ناس عملت الكرام أكثر ودلونا أكثر. أنا واحد من الناس يعني دلال ما شفتوش قبل. سي خليل ياخذ موعد، ياخذ موعد ويحضر لي ستاف من أعز دكاترة موجودين في البلاد. قعدت معهم ويهز فيا ويحمل وما نجمش نمشي على ساقية. باهي كملت معهم، جيت نهار الاثنين خذوا لي موعد، نلقى سي سمير الخميري وسي خليل موجودين، ومع هذا الشوفار يجيني للدار. مع كل احترامي واحد ما يقول الشوفار خويا، كهرباء موجود على الذمة، ما دخلتش يدي وجبت فرنك. هذا كله من مشمولات نتاع الجماعة اللي موجودة على رأس هذه الجمعية. 8 نتاع الصباح جاوني وأنا باش نعدي فيزيت ميديكال، 8 نتاع الصباح جاوني، يعني وقلتها المرة الأخرى، عبارة على إنسان عطاك دواء. الطبيب اللي باش يعطيني دواء هو الجاية نتاعهم 8 نتاع الصباح هي اللي أعطتني شحنة كبيرة. وديما يقول لك لا والله احنا نعملوا في هذا، مانيش نعملوا في هذا، يعني هذا نعملوا فيه حاجه ايجابيه بالنسبه للجمعيه ومش مزيه. بارك الله. عم الحبيب قال الفوتبول ماكل البوكس وماكل الدنيا بكلها، ما ينساش الفوتبول يحتاج ديما للبوكسر. مثلا عمران صادق مغروم بينا ملي احنا كدي، يعني انا عمري كدي، عمران صادق غدو نجيب لكم التصويره نتاعو مع ليكيب نتاعنا، كانت عندنا ايكيب كاديت غولة. عنده ولد ويلعب معنا. لا ذاك بعد جاء ولده. درجة 40 سنة ولا أكثر، فهمني. نرجع لعمل حبيب. عمل حبيب فقدته وقعد معنا برشا ما جاش. خويا خميس اللي عندي طرح معاه زيادة كيف. اليوم نكملوها. جاء عمل حبيب ما عنده مدة ما جاناش. عندي واحد صاحبي أنا اسمه البغانمي أحمد، أحمد البغانمي. أحمد المغرمي قلت له عامل حبيب، قال لي عامل حبيب نجمو نمشي له في كل وقت وناخذ معه رونديفو ونمشي له. ما سهلتش القدرة باش نمشي نحضر، نمشي بحذاه وناكل ماكلة بنينة عنده، فهمني. مرحبا بكل مشهور. عامل حبيب نقول لك اللي احنا نحبوك، ربي يبارك لك ونعزوك، وفقدناك زاد حتى في القاعدة متاعك وفي المجموعة اللي تجي، وماذا بينا تكبرنا المجموعة.